اهلا وسهلا، هذه عوده من جديد. برحب بكل الناس اللي انضمت لي متابعتنا عبر هذا المساء الجميل. برحب بكم والى وتر حساس. وتر حساس هي واحده من الفقرات الدائمه والمتواجده معنا بصوره دائمه عبر مساء الاربعاء، بنفرد من خلال المساحه للعديد من المبدعين. اليوم في ضيافتنا الاستاذ ياسر عبد الرحيم الموسيقي المعروف، ياسر الذي بدأ العزف بإعجاب لشخصية أحد العازفين الأنيقين الأستاذ عبد اللطيف خضر، ما بين أول مداعبة لأوتار الجيتار إلى أن وصل الأستاذ ياسر إلى مرحلة التأليف الموسيقي. مساء الخير عليك ومنورنا جدا. أهلا، سعيد جدا لأستاذ نورهان، أستاذ كركساري، المرة الثالثة والرابعة ومنتظر كثيرا عبركم. بحيي مشاهدين قناة النيل الأزرق الكبيرة الحبيبة لنفسي أيضا. منورنا والله، وأنت حبيب لنا كلنا في قناة النيل الأزرق، وأنت وآلة الجيتار طبعا بلا شك. يا سلام. نوديك بحري، رأيك شنو؟ نمشي بحري وين؟ بحري كوبر المزاد. المزاد. كوبر دي مع أنت الصبا والطفولة. والجيتار ذاته. والجيتار ذاته. تمام، لكن احنا نمشي أسي لموضوع مهم. خالص. وبرضه الموضوع المهم ده دور الفنون تجاه أدوار كبيرة ومقدرة تجاه محاربة المخدرات وأيضا آثار الضارة. هنمشي لحي المزاد جنوب، قام نادي شباب المزاد جنوب بالخرطوم بحري مهرجان رياضي. المهرجان ده تخللوا وتخللته ندوة كبرى عن التوعية بأضرار المخدرات. كاميرا مساء الأربعاء كانت حاضرة لنقل هذه الفعالية لكم مشاهدينا. نتابع ومن ثم نعود ونتواصل مع الموسيقار ياسر. أو نعمل ندوة أو عمل تثقيفي كامل يشمل تقريبا كل الجهات ذات الاختصاص، من اختصاصيين للسموم والمخدرات وإدارة مكافحة المخدرات، وبالإضافة إلى الشق الرياضي والشق الفني يكون عمل متكامل. والهدف منه العمل على أنه يكون المسمى للندوة أو المسمى لليوم الثقافي لا للمخدرات. المخدرات طبعا هي بقت مشكله اساسيه وبقت حاجه يعني تؤرق مضاجع الاسر وكل الاحياء، فكان لابد انه ناس المزاد يكونوا هم مبادرين بالحاجه دي ويتكلموا عنها ويرشدوا الناس ويتكلموا عن الاسر ويكون لهم يعني باع في الحته دي. تدمير للوطن وتدمير للشباب،
وهي مخططات استعمارية من أجل مكتسبات هذا الوطن. هذا الوطن غني جدا بالخيرات وغني جدا بالطاقات الشبابية، ويمكن أكبر نسبة بتاع الشباب موجودة في السودان، فدي كلها بتخلي الناس إنهم يكونوا ساعين إنهم يدمروا هذا الوطن من أجل مكتسبات مادية معينة. اليوم هو يوم راعي للمخدرات. طبعا الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبعض الأخوان أقيم هذا اليوم لنشر الثقافة عن المخدرات عامة، والكل يعلم بأن هذه المخدرات هي ضرر بليغ وضرر كبير جدا للشعب السوداني، واتمنى انه الناس تستفيد من هذا اليوم. بحب اشكر كل المزاد جنوب على التكريم والضيافه الجميله، والله بقول للشباب يا اخي المخدرات لا للمخدرات يعني، لانه ضار وما صح يا اخي، ما صح والله المخدرات. احب اشكر كل الشباب يعني، ما في واحد يقرب على المخدرات. شباب المزاد، والتحية لكل الفنانين الموجودين ضمن هذه الفعالية. وما هو غريب على شباب بحري وتحديدا المزاد، طول عمر المزاد كانت مرتع لأهل الفن والثقافة والشباب النشيطين، ومدار المخدرات تستحق انه يعني نقف من خلالها، سواء كان ندوة او محاضرات او ما الى غيره. انت كنت موجود يا استاذ؟ انا مشارك أخونا عاطف خبرة في الفكرة، وبدينا سوا وهم أمننا على الشيء. الثقافة لازم يكون في فنانين حتى تكون في ليلة ثقافية، باعتبار إحنا نكون نستغل الثقافة والرياضة زي ما قال أخونا زي الكباشي في التوعية الشباب من خطر المخدرات. حقيقة أنا عندي ملاحظة في ناس المزاد، عقيقة يعني أنا من سكان المزاد. عمنا الفاضل دراجي رحمة الله عليه، وهو والدة أبو هريرة، هو صحفي وإعلامي، وجاره طوالي محمد خوجة لصالحين، شمال جنوب أستاذة فاطمة الصادق، ده حي المزاد يعني، كله إعلاميين وكلهم ناسا، وعبد الشيخ ومرحوم شيخ إدريس كباشي راضيين، بجاي محمد مرغني في خمية، بجاي محمود عبد العزيز، مين من نسمي ناسنا. لكن دائما احنا في المزاد عندنا، لانه عندنا كم نادي في الحي، لكن بيربطنا
او بتربطنا جميعا الحال يعني الحال اي موضوع بنتناقش فيه لازم عبر ثقافه الرياضه او الثقافه الفنيه بعد ذاك المحاضرات. يعني انا بتمنى اي حله تقوم او اي حي في السودان كله يقوم ونحن جاهزين يجونا. انا شخصيا جاهز يجوني في اتحاد الفنانين بقدر اساهم مساهمه فعاله في اي نداء لي في ننتهي من قصه حاجه اسمها مخدرات دي. جميل. فنون طبعا عندها دور يعني. انت كتر خيرك مشكور قدمت الدعوه لانه كل شخص حابب يعمل ندوه يعمل او يحيي ليله ثقافيه فنيه انت حاضر وكذلك زملاء المهنه. انت وداك للجيتار شنو؟ الجيتار ده 1973 انا في كوبر في دار الامومه. ففي اشلاق السجون كان عندنا زواج جارتنا دكتوره محاسن الفحر رحمه الله عليها على استاذ صلاح الصحفي. لكن سنه 73 انا شفت الجيتار شفت عبد اللطيف خضر طبعا كان مشهور انه الحاوي كان زمان بنسمع يعني من هنا في المدرسه بقول لك الليله جايبين لنا الحاوي في المدرسه و و و فاستاذ عبد اللطيف خضر انا اول ذوق جيافة لابس بدله سوداء وبيبيون وشايل لي جيتار احمر لليله انا ذا الذاكره موجوده معي. تخيل انه انا اول مره اعزف جيتار بعد ما بديت اشتغل حفلات في نفس الشارع في بيت زواج ناس اخونا موسى عبد العزيز ده استاذنا بتاع البيس في الاشلاك على فكره. انا الجيتار شفته في الاشلاك واول حفله في حياتي اشتغلها كان في الاشلاك وفي نفس الشارع ده هو البيت وده هو البيت بجاي. عبد اللطيف خضر يمر الزمن انه انا في تكريم استاذ عبد اللطيف اشتغل جيتار. ايوه دي حقائق انا يعني محتفظ بها. وهذا الاستاذ عبد اللطيف خضر متع الله بالصحه والعافيه وانا بحييه في الدوحه. ده كنز ده مليان شجون مليان يعني انا بقعد معه وبنشتري منه. يمسك الجيتار يعزف ليك, يمسك الكوردين يعزف ليك, يمسك البيانو يعزف لك. يعني كمية من الإبداع أستاذ عبد اللطيف وأنا بحييك يا أستاذ عبد اللطيف. لو تحية. طيب ما بين أول جيتار أول مرة شفت الجيتار لحد ما عزفته دي ما رحلة طويلة كده سنت بترتلين القصة. ما بترتليكم أنا ماشي معك مرحلة الثانية أحكي لي في النص. أبتبر في النص طوالي أستاذي وصديقي الحبيب هشام كافي الأحمر ساكن في شارع بيتنا بعد ما جينا المزاد كان عنده جيتار والجيتار ده كان كنا بنشيله من واحد اخو جارنا برضه اسمه بهاء الدين خليل يعني انا بحييهم. فبعد ذاك انا ماشي في الشارع لقيت لي جريده في الشارع شلت الجريده لقيت فيها اعلان قصر الشباب والاطفال. والله هذا ما حصل سبحان الله. والله ثاني يوم ولا كلمت زول الساعه 2 بالنهار مشيت املى الفورم املى الفورم خش الامتحان امتحني استاذ درديري استاذ صلاح محمد الحسن استاذ احمد حمو ربنا يرحمه استاذ محمد عجاج استاذ بشير رحمه الله عليه. طوالي قام قال لي تجي بكره تجي معك صورتين. قعدت في قصر الشباب من 84 لحد التسعينات تخرجنا بقينا شغالين في الحلقه الخاصه يعني بينادوك في شغل تحتاجوا لك تجي لحد الليله تحتاجوا لنا قصر الشباب بنمشي. جميل. احنا برضه حنسالك يعني منو الناس اللي انت زعملتهم في قصر الشباب والاطفال لكن قبل ما نعرف منو اللي انت زعملتهم لو كان استاذ عبد اللطيف خضر والدلحاوي كان شايل اله غير اله الجيتار كنت برضه هتعجب بها ولا بس الجيتار هو شدها؟ الا هو لانه هو كان غايد الحفل وشكل الجيتار كان جميل يعني بديت وانا طفل الوقت ده كان احنا لسه ما وعينا يعني النغم يعني لحد الليله تان تان تيراران تاران تان تاريرارا لياسي انا بنام انا بدي فلان لياسي هو بدا بيها تان تاري تارا تارا تان تاريرارا 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 تا تاريرارا دي لياسي انا بتذكر هو بدا بيها الحفله. جميل. منو زعملتهم منو؟ في قصر الشباب والاطفال جمال الله جابه زميل داسا عباس مامون صالح عثمان طارق تياني حيوف دي كلهم بعدين كلنا اصحاب في اتحاد الفنانين لياسي عندنا حاجه مشهوره جدا كان مشينا حفله مع استاذ سيد خليفه
كل الناس غسل شباب الأطفال. كان جنبنا أستاذنا علي مرغني رحمة الله عليه قال لنا كده يا أولاد يا أولاد قاعد أنا مبسوط إنه بيقول أولادي نجحوا. يا سلام. أنا كرجساوي قفز بيك لأنت زامنت منه. أنا دائما بحب أعرف ما قبل النجاح، ما قبل ما الاسم يتعرف، من قبل الاسم المعروف والموسيقار المعروف وتأليف الموسيقى. العتبات جميلة والنجاح تدرجه حلو. شوفي يا أستاذة، أنا من الناس المحظوظين جدا جدا وموفقين. الكلام ده أنا أقوله، أنا جيت مركز شباب بحري ما قعدت كتير، تخيلي قعدت شهرين. فقام الشيخ صلاح من البادية، إبراهيم أبو عزبة، حسن صلاح عزموني في البيت، ودوني لصلاح، فطرنا مع بعض، ركبوني العربية ودوني لخوجل عثمان رحمة الله عليه. خوجل قال لي احنا أنا ما عندي جيتار، بس قعدت مع خوجل الوقت ذاك تمارين تمرن. قعدت مع خوجل سنتين، بوالي من خوجل جيت لعركي مبارك البخيت. ايوه تاني جيت لمحمد الامين، تاني جيت لعركي، تاني جيت لمحمد الامين، تاني جيت لمحمد مرغني، تاني جيت لعركي، تاني جيت لمحمد الامين، تاني جيت لعبد القادر. يعني تاني جيت لوردي، يعني كميه من الفنون الفنانين والحان مراحل. لكن المرحله الجميله في حياتي هي فرقه الاذاعه وفرقة النجوم. لكن انا قبل النجوم، يعني الاسماء اللي انت قلتها دي اسماء صعبه، صعبه جدا، اسماء كبيره، صعبه كبيره جدا. يعني الغلطه هناك بيجون، غلطه بيجونين والله. لما جيت الصباح في المدرسه في البحر الشعبيه، الاستاذ دق الجرس قالوا الليله ما في زول حيمش. بس ياسر عبد الرحيم طه ده اللي انا عملته شنو؟ تقريبا هو بلش شافني بعزف محمد الامين في حفله. قام قال لي يا ابني لازم تمشي تواصل قرايتك، ولازم وانا طالب الدار ظرف. قال لي يا اخي دي هديه مني ليك. انا وكلم الطلبه انه انا امبارح شفت الشاب ده كان بيعزف مع محمد الامين والكلام ده، انا طالب في بحر الشعبيه. ايوه كمل سؤالك. السؤال انه الاسماء الصعبه دي تركت جواك حاجات كبيره، وكذلك التنوع في الفنانين، يعني محمد اللمين له التحيه، استاذ ابو عرك البخيت، جميعهم اساتذه كبار. التنوع ده ما حاولت انت برضو يعني تعكسه من خلال اله الجيتار، من خلال يعني عزف مقطوعات برضو بتظهر التنوع بتاعنا نحن الثقافي في السودان، تنوع القبلي الى اخره. طيب يلا، هو دي مدارس كلها نحن كنا يعني بنشتري وما بنتحدث، نشتري بس ده تعمل كده ونشيله. مخزون عباره عن مخزون كان بالنسبه لي، يعني المخزون اللي عندي انا في وقتها مخزون ما عادي. يعني سجلتها في الاذاعه اكثر من 200 اغنيه، يعني سجلتها في التلفزيون اكثر من 300 ولا 400 اغنيه، وسجلتها في غلات النزرة دي عندي اكثر من 120 اغنيه سجلتها مع وردي مع عبد الجلال مع كل مجموعه الفنانين. حلو أي. احنا نسمع ونسمع المشاهدين ونرجع نواصل في محاورنا. Thank you.
طيب المحطة دي تقريبا سياسر كانت في لندن، وحسب المعلومات اللي عرفناها انه انت لما كان عمرك 18 سنة كنت عازف رسمي مع محمد اللبيب. 21 سنة سافرت مع عبد الجليل سالم لندن. 21 سنة مشينا حفلة مع هو زي اربع خمس حفلات كانت في لندن وفي بيرمنغهام، كان في ويلز، كان في مانشستر، وشينا هولندا، شينا الدنمارك، ايسلاند، السويد. ده كان البرنامج بتاعنا. حتى كان عندنا مشاكل في الفيز، انه انا طالب كيف اعزف مع الناس يعني. بعض المشاكل، لكن دكتور عبد القادر هو كان ساعد كثير او قدم لي كثير جدا جدا، وانا بحييه في السعوديه. لكن دي فتره من الفترات اللي بتاعت لندن دي اشتغلنا فيها شغل لطيف شديد يعني. حتى اكبر حفله اشتغلناها كان في كوين اليزابيث هول، القاعه الملكيه. ما يعني لو حسبنا الفنانين في افريقيا جو يكون عبد القادر سالم بس، ما بزور. بس لحد الليله انا اخيرا لما مشيت زرتها لقيت صورنا كبيره، صور عبد القادر كبيره ماسكه العود والجلابيه الجافه كده في الصوره كبيره. جميل. منو، بما انه كنا بنتكلم عن اسماء، منو يعني ابرز الاسماء مغنيين او موسيقيين ساهموا في في في, في الحاله الابداعيه المتكونه الان ان ياسر عبد الرحيم؟ أنا في 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 ثلاثة أنفار، أربعة أنفار هم قدموني للمجتمع. عركي جاب لي ممدوح طلعت فريد، هو أستاذنا. دي كان خطة كان لطيفة جدا إنه ساعدني أنا. وردي جاب لي كاميليو نشتغل مع بعض. قبالة شاكر عبد الرحيم. نحن هو أصحاب، ودي ديل ناس هم يعني وقفوا معي حقيقة يعني، دربوني يعني. حتى قالوا لي ممكن قالوا لي اسمعنا وخليك معنا، ما قالوا لي عديل، لكن تدريب كان حاجه. بعد ذاك نجي لمحطه اسمها كمال يوسف، ومحطه اسمها بروفيسور فتح الطاهر. هنجي في المحطات دي، لكن استاذنا الكلام استاذ ياسر، وايضا استاذ مشاهدينا يرفعوا النداء لصلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لولايه الخرطوم على مشاهدينا خارج الولايه مراعاه فارق التوقيت. تقبل الله. الله. نرجع نواصل في محورنا استاذ ياسر. تكلمنا عن العديد من الاسماء اللي وقفت بجانبك، ساهمت بشكل كبير في مسيرتك الفنيه، وانت قلت انه لسه في العديد من الاسماء اللي ما ذكرت، برضو كانت محطات مهمه جدا في حياه الموسيقار ياسر، نتكلم عنها. شكرا يا استاذه. حقيقه اتحاد الفنانين يعني احنا بالنسبه لنا بيت، وكنا في تاهيل دائم يعني. أستاذ أسر عبد القادر المرحوم أميجو ديل في الموسيقى الآلية فرقة مابيلا، تاني فرقة النيل دكتور عبد الله سمو، أستاذ أميجو كمال يوسف، دي كل الناس دي احنا كانوا بيؤهلوا فينا تأهيل عديد يعني، تأهيل تمارين، تجي لازم تجي النادي بانتظام، وبيؤهلوك عشان يوم من الايام. كان عنده متواضع يعني رحمه الله عليه اميجو، كان بيقول لي احلم، لازم تحلم، لازم يكون عندك طموح لقدام انك تعمل لك شيء. يلا بعد ذاك الشيء التاهيلي ده نفعنا، جيت الاذاعه كان جاب استاذ محمديه وشيخ العبيد رحمه الله عليه وراعي بيت الله يديله الصحه والعافيه، فرقة النجوم دي لما جيت هي ده النغم السوداني الحقيقي.
اللي هو انا قد اكون اصغر زول، كنت في الفرقه وكنت يعني كنت يعني بتعلم طوال قصة انه انا قريت في غسل الشباب وبعزف مع عاركي وفترة محمد اللي من دي فترة، لكن استاذ محمدية كان عنده استاذ عربي واستاذ حمود، شوف الناس دي اساميهم ساي هذول لما يعني. فهم كانوا يعني بيورونا محمدية بيعزف جيتار طبعا رحمة الله عليه، كان طوالي ده ما كده ده كده ما كده. بعدين عندي ود لا رحمة الله عليه استاذنا صلاح خليل رمضان علي بشير، ديل كانوا كمان مرغني، دي كانوا بينادونا يعني انا اسال الحاجه دي اتعدمت. اسال لك لو ولدت لي زوج قلت له يا اخي اعمل الحاجه دي قد ما يقبل مني، لكن كمان مره انا بلاقيني يقول له والله ياسر امبارح كنت في حفله في حته فلانيه عزفت كويس، لكن الحاجه دي اعملها كده. اميجو ليجي يقول لك امبارح ما كنت كويس، انت كنت كويس جدا جدا، ما كان بيقول زوج بيقول لك انت كويس، امبارح يقول لك انت كنت قاعد جدا جدا. ليه؟ مو ما ما ما, ما يعني ايوه الغلط شنو؟ انك انت لازم تكون كويس، ده روح او ده احتراف المهنه او اخلاق المهنه. الطوالي دي انا لما قلت لك انا محظوظ، ما قلت لك الجمله دي ساكت. ايوه عندي ما عادي مع شاكر عبد الرحيم، يعني كنا بنعزي يعني اولاد عبد الرحيم ده الطوالي وردي قال رحمه الله عليه، قال الليله معايا اولاد عبد الرحيم شاكر عبد الرحيم واولاد عبد الرحيم، ده كان سجلناه كان قبل يعني 5 6 سنين كده، نور العين كان شفته. ذكريات جميله. ايوه ذكريات جميله. انا ده اجيب معك في 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 نقطه، يعني انه الان ممكن حتى بالمناسبة الأجيال اللي جات من بعدكم هي فاقدة لأنه زول يوجهها للأمانة، برضو فكرة التقبل بما أنه أنت عزفت مع محمد الأمين يعني عملاق، عزفت مع وردي، دي أسماء كبيرة شديدة زي ما قلنا، ممكن لو أي زول جاء عشان يوجهك ممكن ما تقبل يعني في لحظتها، لكن برضو من كلامك ده أنت أشرت لأهمية التدريب المستمر، لدرجة التدريب المستمر للموسيقي هو مهم. شكرا يا كركسوي. انا من كلامك ده انا بدعي اخوه اي زول بيعزف جيتار في اتحاد الفنانين او في السودان يجينا انا ادي سي دي هديه بتاع تدريب مننا. يا سلام. لان كلامك ده جميل ونحن فاقدينه. يعني انا عندي حاجات كويسه. يعني بجيب معايا انا بسافر كتير جدا. يعني عندي حاجات تاهيليه تمارين تاهيليه ف يعني لو ما كان قرينا ما كنت حقدر اشتغل جيتار مع بروفيسور فاتح الطاهر ولا حقدر اشتغل مع كمال يوسف. ما بدي اقول لك اقول على الهواء مباشره. انا كان ما لو ما كنت قريت والناس اللي حولوني هم ابتداء من استاذ اميجو واسر عبد القادر لحد ما جيت اخر فرقه اسمها فرقه التب اللي هي بعزف فيها جيتار انا دي الناس دي هم يعني بروفيسور فاتح الطاهر هو يعني بيعرف يتعامل مع الجيتار يعني جيتار كم يعني كم ما بيجي زول صاحي بتمشي ما بتقدر تتعامل معه. دي مبادره حلوه التوجيه والتدريب ولا ولا لا اسي ولا اسي انا بقرا هو ديدن لا اسي بقرا ولا بكره بقرا حد العلم ده ما يعني قبال ما اجيكم هنا كنت في محاضر على الهواء يعني. يا سلام. طيب حنجي للسفر ومحطات السفر ولندن فرقه العقارب. السفر ذاته ممكن يكون ملهم للموسيقي للشاعر للفنان، السفر بيكون من أكبر الإلهامات لأنه أنت تشتغل موسيقى يعني. حقيقة السفر ده فيه فوائد كثيرة جدا جدا، إنك من ضمن السفر الكثير مع دكتور عبد القادر سالم، وهو طبعاً دي كان من أصعب التجارب المرة في حياتي يعني، لأنه عبد القادر هو السي دي بتاعه عبد القادر كينج اوف مردوم يعني زي بوب مارلي الريجي ما عارف كده المسميات دي. عبد القادر مصنف في العالم كلام كينج اوف مردوم، حتى في 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 باريس في معهد العالم العربي لياس في 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 صوره الدكتور عبد القادر ومكتوب عليه كينج اوف مردوم. فكان من اصعب الاشياء انه نحن نقدر نخط الاسلوب بتاع عبد القادر، ما كان سهل، لكن احنا جيت الفرقه في عادل عوض وفي مرحوم حامد مرحوم ناصر محمديه وحمود هم حتى عبد القادر بنفسه انه اللي 6 من 8 3 من 8 كده الضربه كده الضربه كده حتى الناس الفنون الشعبيه لما يجوا يفصلوا لهم كنا انا وحامد موسى كنا بنركز مع مثلا الحركه بتاعت الرجل دي، يا حامد انت خليك مع الشمال انا خليني مع اليمين، او يا حامد انت خليك مع اليمين خلينا بنقسم الضربات حتى وصلنا لاسلوب بتاع مردوم، لانه إيقاع المردوم لو ما صحيت بتلعبوا زي إيقاع التمتم واحد، أو بتشتغلوا زي المارش واحد.
المردوم عنده خاصية صعبة جدا جدا. فدي من الحاجات اللي اكسبتنيش وهي خبرة كده دي يعني من مباريات عبد القادر سالم ومشي معه المحاضرات. انا بحب عبد القادر جدا في المحاضرات، كنت بحب امشي معه محاضرات. ليه؟ لانه بيشرح الكلام بالنغمة وبالوحدة الزمنية. فدي من الحاجات يعني اسيا انا سفرتي الاخيرة دي اشتغلنا نموذج وعبد القادر سالم ده لما وصل للعالمية وصل بثلاثة مباريات تان 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 بس فا صول لا دي خشبها العالم عبد القادر غزا بها العالم كله عبد القادر عالمي فا صول لا ثلاثة مباريات دي هي خلت عبد القادر سالم يكون نجم من نجوم العالم او وصل يكون عنده تور في العالم. فانا الكلام ده هو دخل فيني انه ليه انا ما ابقى زي عبد القادر ده يا اخي. جميل. ليه؟ لانه انا بعزف مع عبد القادر 25 سنه، ليه ما اكون زي عبد القادر؟ فعلا باخذ منه معلومات بالدينية اعمل كده يعني. عبد القادر ما كان ما بيخلينا بشيء. ف بالنسبه للسفر الكثيره هو سفر كله مع عبد القادر، معظمه مع عبد القادر يعني مهرجانات كبيره يعني ما مهرجانات صغيره، مهرجانات كبيره جدا جدا، ناس الومات فيستيفالز، ناس الموتس فيستيفالز، يعني مهرجانات على مستوى. جميل. والله يعني من خلال كلامك ده انا لفت نظري شيء، الوفاء. لا. وفي الزمن ده صعب لابد يعني. لا انت لا الان لا ذكرت لا الدكتور عبد القادر سالم احنا بنحييه وبنحيي مجهوداته الموسيقيه في السعوديه الكبيره يعني. ان شاء الله يجينا راجع سالم غانم. شاكر عبد الرحيم، شاكر عبد الرحيم الله يهديه، هو شاكر بيجهز عنده او توبار شافه بتصور في المسرح بتاع ام كلثوم في الغاهره وانا عنده حاجه بيعمل فيها في حاجه جديده جايه. في حاجه جديده جاياكم برضه، خلينا نشوف اخر حاجه جديده اشتغلت انت من خلال الكنترول ونرجع نسمع ولا حنسمع ولا نتكلم؟ نسمع ونرجع نتكلم. عندها قصة مرة مع أخونا ديس نوري في لندن حيو، قام قال لي بكرة في برجر سكوير في مهرجان بتاع الأفارقة. قال لي مش الطرف الأغر في لندن ده من أشهر معالم لندن يعني، فيه من حتة ما كبيرة لكن بيجي فيها كل المبدعين في العالم على مدار الويكند، كل حد لازم يكون فيه احتفال. فاليوم ده كان المايور جاي، الوالي جاي يحضر حفله كان في اليوم الافريقي اللي هو مهرجان سموه افريكان ريذم فيستيفالز، مهرجان الايقاعات الافريقيه.
ولما افرغ يا اخوان طوال الصباح مشيت لبست الشتا الهدومي مشيت المهرجان شتا جداري اللي كنت لابس عادي مشيت لقيت لك يا زول يا اوغندا وكينيا وما اعرف فين ما لقيت السودان ما جبت ما يعني ما جبت طوال جيت البيت قلت له معاويني جلابيه وكده وشيت جيتار ومشيت قعدت شايل معي علم السودان قعدت فجات جاء المديره بتاعت المهرجان قالت لي يا اخي انت من وين؟ قلت لها انا من السودان كده 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 انا عام موسيقي كده 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 فقامت شالت مني تليفون شالت مني الايميل بتاعي قلت لي انا حرجع لك فعلا بعد ثلاثة اسابيع قلت لي نذكر حضورك بالرغم من انك ما كان في مشاركه من السودان لكن نذكر حضورك طيب انا حقوم اخليك تجي مهرجان ثاني اللي هو مهرجان اللغات الافريقيه قاموا طلبوا دايرين ثلاث دقائق ما تزيد ثانيه دايرين يبرزوا الايقاع وما دايرين توزيع ما دايرين اي حاجه معاه نغمتين بسيطات جدا جدا ارسلها لهم دي ست مرات عشان يوافقوا كده رسلت لهم خمس مرات لا عدل لنا اعمل لنا في النهايه وافقوا شكلها كده فمشيت المهرجان فقاموا طلبوا مني قال لي يا اخي الكرن ده شنو والوحده الزمنيه شنو من وين والجبال النوبه بيعرفوا جبال النوبه طبعا هم تقول لهم المعلومه طوال هم انهم ببحثوا بعدين خطرين جدا جدا صعبين يعني البي بي سي عملت حاجه اسمها الرف جايد ميوزك ان افريكا في السودان معلومات ما في الاذاعه عندنا ما عندنا جبت انا معي جبت معي اثنين سي دي اديته لابريكا سالم يعني بحوث الناس البي بي سي بحوث عن الاغنيه السودانيه يعني يتكلموا عن الخليل 1800 ل 1900 كده يعني عزه كده يعني او يعني اول جيتار بروفيسور فاتح الطاهر اول جيتار مثلا فتح الله جابه اول جيتار مثلا صلاح خليل كده ناس بيوروك انك التي انا عملت فيها انا 27 بحث كمال يوسف وانا عملناه في اف ام 100 27 حلقه عملناها على الاد جيتار لما قارنت بالشيء اللي قريته في المنزل في الراب جايت ميوزك ان افريكا دي لقيت كلام معظم كلامه هو صح حقيقه ولا ننسى طبعا مجهودات استاذنا شرحبيل ايوه لا طبعا ده هو مسلسل الذهبي شرحبيل بروفيسور فتح الطاهر وعثمان ألمو ده المسلسل ده ايوه ومعاهم فتح جابوا هو مربع سوري معلش دول هم الاربعه هم ديل ده الاساس الاغنيه ده هم دخلوا الجيتار في الاغنيه السودانيه ده الاربعه افراد لكن ليه اسي ما يعني اغنيه التاج مصطفى 1969 دي اشتغل فيها فاتح بروفيسور فاتح طاهر اشتغل فيها جيتار 69 سوري 69 نعم كويس دي اول دي من اول اغنيه حتى الايقاع كان ريجي واول كورد حرف كده موسيقي فا دي ده النغم اللي سمعونا يا سلام ايوه نرجع برضو لفرقه العقارب ايوه انا كبير سالتك منها بس اخذنا الكلام ايوه العقارب هي طبعا هم ثلاثه فرق في العالم في الخمسينات كان في المانيا في الستينات كان في السودان اللي هي انا استاذنا عامر استاذ محمد جبريل استاذ صلاح خليل وغيرهم من نسينا الناس اسم معلش يا اخوانا معذره واخيرا سكوبيوس بقت في لندن مجموعه من الموسيقيين وانا لما نفهم اخونا عثمان بابو وانا بحيه واسرته مكونه من روني من جامايكا ميمي دي شويه كده اكبر مننا بكثير هي بروفيسور ميمي هي من اليابان وادم انجليزي وبون انجليزي وريا يعني ناس ريا دي مغنيه وسو دي بروفيسور و داويد ويل ده المحب بيحب الغنى السوداني والله بيعزف الغنى السوداني زي ما الله خلقه يعني انا ويل ده يعني من الناس القريبين لي بتاع درامز بقول له والله انت ويل والدين لك في مدرماني يضحك بس ده السمين اي أيوة والله قلت له يا ويل انت مولود قال لي يا اخي انا ما مولود في مدرماني يعني بيستغربوا بيحبوا شرحبيل بيحبوا عبد القادر كثير يعني بيقول لي غاعات مختلفة يعني بيقولوا لي ما ممكن يكون السودان فيه الجاز زي شرحبيل ده ما مصدقين الكلام والله العظيم الكلام ده احنا في كانول في لندن قام روني قام قال انا ما بصدق انه في غنى في السودان زي كده الغنى في السودان ده بيخلينا احنا نطرح سؤال مهم كبير لكم انتم كموسيقيين ولنا احنا برضو كاعلام
بالرغم من التنوع الكبير والزخم الموجود في الرقصات الشعبية الموجود في الإيقاعات إلى آخره، ليه نحن موسيقانا ما وصلت بالطريقة المطلوبة للآخر بالطريقة الصحيحة؟ والله يا ما انت هسه الآن ليك دور ولك إسهامات هنا وصلت. يعني نحن قاعدين في السودان جات رسالة عبد القادر السنيعني قال لي امشي افتح الايميل جاتك رسالة، مشيت واحد عيد ميلاد زواجه طالب ولد بسامة في ألمانيا، مشينا أول حاجة عبد القادر كل سنة طيبين كل سنة طيبين حياه وشوف يعني وصلت. لو اي زول ما اي زول يقول لك الاغنيه ما وصلت دي وصلت يا كركساوي واصله يعني الناس اللي شوف وليد على الطموح الكبير للوصول. أيوة. الطموح ايوه يلا يعني بقدي يعني المطالبه يلا. ما تجي من فرد المطالبه ما تجي والله من فرد. احنا ما نطمح لانه يا اخي بدل اغنيه يا بسامه مثلا يعني الزيارات كل ما مره تدق ابواب الفنانين والمطربين السودانيين يلا بيبقى طموح يلا يعني شوف وليد عبد الحميد ده من صاحبنا والوافي الشيخ الدين ديل شغالين حفلات على مستوى مهرجانات على مستوى العالم شغالين مع فرق يعني وليد ده نحن هو صديق جدا بنعزي السوا لكن ما فاضي لي ذاته سلام انا كويس الحمد لله مع السلامه ليه لانه يا في تمرين يا في بروفه يا في حفله كذلك الوافر ده ما واضح جدا يعني تماما يعني الناس ديل شغالين يعني شغالين هو السوداني وبشغال يعني بيقدموا نماذج يعني حتى هم ذاتك طرح بتروحوا للأولى السودانيه يعني شوف رشا الشيخ الدين بتاع السكسفون البرازيلي اللي هو عزف من الاغاني تان تان تارارارارارا شوف عين النكهه كيف انا هنا زي البرازيلي ده عندنا حامد عثمان الله يرحمه عندنا عامر الله يرحمه عندنا تيو دواس عندنا صلاح ذهب وعندنا اي ناس كتار زي عازف السكسفون لكن انا هنا ما عارف هو زي ما قلت هو خوف ما عارف خوف لكن انا ما قد اخاف يا رب اقتحم يا كركزاوي ما قد اخاف نكون احنا مقدرين تماما لموسيقانا وللجهود المقدمه في الفنون بمختلف انواعها لكن لما نجي نطرحها كمعادله واعتقد ده ما يقصده كركزاوي السودان وفير بالتنوع الثقافي بالتنوع القبلي بالتنوع الايقاعات نفسها نحن قبائل كل قبيله لها ايقاع المختلف موسيقانا المختلفة اللي بتعبر عن هويتنا السودانية بقدر هذا الكم من الوفرة في التنوع على قدر ما انه ما وصلت للعالم بالشكل الكافي قد تكون وصلت لكن لم تصل بالشكل الكافي اللي بيعبر الشكل المرضي بالنسبة لنا. طيب انا احييكم على السؤال الجميل ده يلا انت كفنان لازم تعمل ماركتينج لشنو لشغلك يعني لازم انت ذاتك هناك ده تعملوا ما يناسب الزول سمع البر يعني اول حاجه عبد القادر لما نجح ما رجع ساكت عنده اسلوب وهم حتى الناس اللي برا دي الناس اللي في اوروبا وفي كل العالم يعني زول بيجيك من شيء من فنزويلا بيتكلم يغني لك اللوري من فنزويلا يغني لك اللوري جو المان هنا في السودان قالوا دايرين اربع عازفين مثل عبد القادر سالم دايرين عبد القادر سالم قعدنا عملنا ورشه بعد اربع ساعات عملنا حفله كبيره جدا يلا الموسيقى السودانيه دي والايقاعات السودانيه دي ثريه جدا لكن كيفيه احنا محتاجين لكم من ذاتكم يا ناس الاعلام احنا محتاجين ذاتكم انتم يعني لازم يعني تجيبوا الموسيقيين المهتمين تجيبوا الفنانين المهتمين تعالي تشيلوا منهم الخوف نحن شوف ناس شويه كده خايفين تشيلوا منهم الخوف تدون شويه ثقه في نفسه عشان يعمل معايا انا سافرت قبل كم يوم كنت في زيوريخ الساعه 3 بروفا و6 الساعه 10 الصباح الساعه 3 بروفا ساوند تشيك الساعه 7 حفله خلاص ما في كلام كثير ما في بما ان انت وديتنا زيوريخ مهرجان جازموت ايوه فعالياته شنو واهميه المشاركه بالنسبه شنو؟ لانه احنا قربنا انه نختم طيب قبل ما نختم انا لو سمحتوا لي دار اشكر اخي عماد الحاج وصلاح موسى وبروفيسور صديق تاور وهند وعمر من الخطوط التركيه اللي هم سهلوا لي سفريه شاقه وصعبه انا بحييهم كلهم وحيي اي زول ساهم معي في السفريه بتاعتي لانه السفريه هي ما عندها علاقه بي انا ياسر مع فرقه بنتلم مع بعض بنعزف مع بعض قد يكون السفر شويه كده قاسي
لكن انا بحييهم تحيه خاصه جدا جدا، وعبركم انا اشكركم جزيلا جدا خلتني انه انا اشكرهم. ف جاز موت هي منظمه عالميه مهتمه بالفنون في العالم كله، زي منظمه اسمها الومد، بتهتم بثقافات العالم زي ما حد العالم العربي في باريس مهتم زي دي. فهم مهتمين جدا جدا، فمشينا شاركنا. وبعدين البرنامج ده ماشي لحد 31 في المطلع في السنه نهايه السنه. انا اسفه على المقاطعه، يعني دائما الوقت الحلو بيمر بسرعه والمساحات للموسيقى لازم انها تكون غير محدوده، وتفرد المساحات للابداع. الابداع دائما بياخذ زمن حلو وزمن جميل اللي احنا ما بنحس به، واحنا شاكرين وجودك معنا. انا شاكر جدا والله، ويعني نحن فخورين انه انت بتمثلنا، ومزيد من التطلعات الابداعيه ومزيد من يعني الابداع في عالم الموسيقى. الموسيقى لغه جميله بتفتح ابواب للعالم، بتعكس يعني ثقافتنا نحن كسودانيين. فنحن شاكرين مجهوداتكم ومقدريننا، ويعني لكم التحية انه اخترتوا هذه اللغة الجميلة. شكرا جزيلا، ودي كلها محاولات، يعني بنحاول دائما نفتش لحد ما ان شاء الله يوم من الايام نصل لهدف الدائري النوع ان شاء الله. انا شاكرا جزيلا لكم. كثر خيرك تسلم. نحن وصلنا لختام حلقتنا بفقرات المختلفة. كل الشكر لمن تابعنا عبر هذه الحلقة من مسار أربعة، وشكرا جزيلا جميلا لكل العاملين في درة وادي النيل السياحي بالخرطوم. هذا المنتجع الراقي اللي بيقدم خدمات في غاية من الروعة. تكاملت الحلقات، وشكرا لك أيضا نورها. تكاملت الحلقة، شكرا لك كركساوي. بتمنى أنها تكون حلقة جميلة استمتعتوا بها. الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى يتجدد اللقاء. تحياتنا وكل طاقم فريق الأربعة، مع السلامة. على المحبة دائما نلتقي، إلى اللقاء.